يا هلا وسهلا فيكم أصدقائنا مشاهدين، حياكم الله معنا في برنامجكم اليومي المتجدد المتنوع استديو اس بي سي، وعلى شاشتكم المميزة شاشة اس بي سي. أكيد حلقة جديدة تتميز بمشاهدتكم لنا، وأكيد في وقتنا المعتاد الخامسة بتوقيت السعودية. مسي عليكم بالخير ومساك الله بالخير يا ريم. مساك الله بالنور نادر، هلا وسهلا، وهلا وسهلا فيكم اكيد اصدقائنا المشاهدين مشاهدي استوديو اس بي سي في كل مكان. اكيد نبدا معكم حلقه جميله، حلقه متجدده، حلقه الخميس الونيس اللي اكيد دائما متميزه وخفيفه بمواضيعها وايضا بضيوفها. مشاهدينا نستعرض معكم ابرز عناوين فقراتنا لليوم، والبداية مع رحالة سعودية مع زوجها الهندي يتجولان في السعودية على دراجة نارية، وحماية سياراتنا من الحرارة خلال الصيف واستخدام العوازل الحرارية وأنواعها، والشاعر سعود بن هذال في ضيافة استوديو اس بي سي، وبين الأوتار والنغمات رحلة موسيقية مع الملحن رياض العلي. يا أهلا وسهلا فيكم مجددا أصدقائنا المشاهدين، كانت هذه أبرز فقرات حلقتنا اليوم، وأكيد أنه عندنا في طيات الحلقة المزيد والمزيد من التقارير من جميع مناطق المملكة، واللي أكيد دائما مراسلي واستوديو اس بي سي يحرصون أن ينقلون لنا مثل هذه التقارير والرسائل وكذلك الفعاليات. مشاهدينا أنتم جزء أساسي من برنامج استوديو اس بي سي، عشان كذا احنا دائما ننتظر مشاركتكم آرائكم واقتراحاتكم على حساب البرنامج الظاهر أمامكم على شاشة استوديو اس بي سي. والآن ننطلق معكم إلى شاشة الأخبار. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة أكيد نبدأها معكم اليوم، ومثل ما عودناكم نبدأ معكم حلقاتنا بآخر الأخبار لهذا اليوم. وفي تغريدة له عبر حسابه في منصة إكس، أوضح استشاري التخصص الدقيق في أمراض السكري الدكتور عبد الرحمن بخاري أن رقائق الذرة تعد من أخطر وجبات الفطور على مرضى السكري، حيث تتسبب في ارتفاع حاد في مستويات السكر بالدم. وأضاف الدكتور بخاري أن المفارقة المؤسفة هي أن بعض المستشفيات تقدم هذه الحبوب كوجبة فطور صحية لمرضى السكري في أقسام التنويم، مما يشكل خطراً على صحتهم. مشاهدينا للمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الاتصال الرقمي استشاري الغذاء والتغذية الدكتور مشوح المشوح. يا هلا وسهلا فيك دكتور، حياك الله. أهلا وسهلا، يا مرحبا. هلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية دكتور، يعني شفنا هذه التغريدة أو هذه المعلومة، بالبداية دكتور نبغى نعرف من حضرتك ما هو تأثير رقائق الذرة على مستويات السكر في الدم مقارنة بوجبات الفطور الأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد جدا بتواجدي معكم، ولكن الخبر اللي نشر طبعا هو مبالغ فيه كثير، ومع العلم أنه الكورن فليكس بشكل عام خيار غير صحي. إذا إحنا اخترنا الكورن فليكس العادي اللي مليان سكر، لأنه أغلب اللي موجود في السوق مليان سكريات كثير. يعني تخيلوا أنه في مثلا بعض الأنواع السيرفينج سايز ممكن يصل الى 15 ملعقه سكر في السيرفينج سايز الواحد. وبالاضافه لانه الالياف قليله جدا في الكورن فليكس، ولكنه احيانا الشركات في تنافس بينهم في عمليه تدعيم الكورن فليكس بالنكهات، احيانا برضو يحطوا شوكولاتة، يحطون أنواع مغريات كثيرة جدا، منكهات، لأنه وجبة سهلة جدا وسريعة الناس تأخذها مع الفطار، لكنها ممتاز. ترفع السكر، هي ما يحتاج يعني كلام أنها ترفع السكر بالدم، وخيار يعني
يجب انه احنا طبعا نستبدله او نقلل منه شوي بحيث انه نروح للخيارات الافضل اللي هي زي البيض، زي الاجبان، زي الاشياء هذه افضل بكثير من انه نعتمد على الكورن فليكس. جميل دكتور مشوح، انت بديت وقلت ان الدكتور عبد الرحمن بخاري بالغ ممكن في كلامه، هل معقوله مثل هذه المواد او مثل هذه الاغذيه تفتقد الدراسات الدقيقه؟ وكيف ممكن نتاكد لطالما في دكتور مثلا احيانا يقول لك هي خطيره والبعض يطمئن والبعض الاخر يقول لك ما منها خطر، وين الدراسات الدقيقه في هالموضوع؟ شوف، هي ما تجي انت تاخذ الخبر بشكل من جهه واحده. نعم. احيانا طبعا احنا هو يتكلم عن مرضى السكر في المستشفيات انهم يعطونهم كورن فليكس. المستشفيات مليانه اطباء ومليانه اخصائيين واستشاريين، ناس أفضل مني بكثير وأفضل من أي شخص. كلكم فيكم الخير والبركة. وهذولا عارفين شغلهم، ما نقول إنهم، لكن أحياناً قد يعطى مثلاً الكورن فليكس لمريض مثلاً عنده انخفاض في السكر يبغون يرفعون السكر. أحياناً ممكن يعطونه لمريض هم حاسبين بالضبط الكالوريز حقته، عارفين إنه ما راح يرفع عنده السكر. المشكلة في الكورن فليكس إنه بشكل عام هو خيار غير جيد مثلا للحامل، مثلا اذا كان عندها سكري ما يصلح لها، مثلا اذا كان مثلا شخص عنده السكري الاول ما يصلح له الكورن فليكس لانه مليان سكريات، الا اذا اختار انواع ما فيها قليله السكر. في انواع في السوق مكتوب فيها شوجر فري، ممكن يشتريها وياكلها وبكميات محددة برضو، لأنه الكربوهيدرات في اليوم المفروض ما تزيد عن يعني تقريبا 70 جرام في اليوم يعني، وهذا محدد. لكن بشكل عام برضو من مساوئ الكورن فليكس اللي يجب ذكرها إنها تراها برضو هي فيها الفايتك أسيد. الفايتك أسيد هذا برضو يقلل للأسف من امتصاص صحيح. الأملاح في الجسم، واحيانا كثير من الناس اللي عندهم انيميا او نقص في الحديد المفروض ما يركنون برضو على الكورن فليكس في فطورهم الصباحي، المفروض انهم يغيرون يعني، لانه هذا برضو من مشاكل الكورن فليكس او الحبوب بشكل عام انها تقلل من امتصاص الحديد والماء والمغنيسيوم والاشياء. اكيد دكتور، نصائح مهمه وهامه يعني مفيده قدمتها للمشاهدين، شكرا لك استشاري الغذاء والتغذيه الدكتور مشوح المشوح، يعطيك العافيه. انت ريم كيفك مع الذره والاشياء هذه؟ يعني يمكن هذه من الوجبات او وجبات الفطور الاساسيه اللي كلنا اكيد بنتناولها، لكن نحاول اننا مثل ما قال الدكتور يعني نبحث عن بدائل صحيه اكثر وافضل يعني. ونقلل وهي السبب الرئيسي ما نعتمدها كل يوم. بالضبط، يمكن لانها سريعه وايضا يعني تكون جاهزه للاستخدام بشكل سريع، فانا اعتقد انه مثل هذه البدائل اللي احيانا يعني ممكن انه نستبدلها باشياء صحيه وباشياء مفيده لجسمنا. مشاهدينا مستمرين معكم بخبرنا القادم، حيث تواصل الرياض لفت انظار عشاق الالعاب الالكترونيه باستمرار مواصلتها تنظيم الحدث الاكبر فعاليات كاس العالم للرياضات الالكترونيه والذي يستمر حتى 25 من شهر اغسطس، وتشهد منطقه بوليفارد رياض سيتي مشاركه اكثر من 1500 لاعب ولاعبه يمثلون اكثر من 500 ناد للرياضات الالكترونيه في 22 بطوله. نتابع.
مشاهدينا أكيد مكملين معكم في أخبارنا، وأختتم المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم بحدث مفصل من الأستاذ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأستاذ حماد البلوي رئيس وحدة الترشح لاستضافة كأس العالم. تفاصيل أكثر في هذا التقرير نتابع. خمس مدن رئيسية و15 ملعب و134 موقع للتدريب، هذه هي أبرز ملامح ملف استضافة المملكة لكأس العالم 2034. اليوم نشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن ترشح المملكة لاستضافة هذا الحدث العالمي اللي راح يتم الإعلان عنه في ديسمبر المقبل. للتفاصيل أكثر خلونا نتابع هذا التقرير. إن شاء الله المملكة راح تستضيف أول كأس عالم بنسخته بال 48 منتخب في دولة واحدة، هذا أمر غير بسيط، هذا أمر كبير، وإن شاء الله برؤية المملكة بالمشاريع الموجودة بنكون قد هذه المسؤولية في تقديم تجربة استثنائية لجماهير والمنتخبات المشاركة. احنا ما عمرنا انتبهنا على موضوع انه احنا مرشح وحيد او انه احنا ننافس العالم، احنا كل تركيزنا على تقديم افضل نسخة من المملكة للفيفا وكذلك للاتحادات المحلية الأخرى. احنا اليوم نقف خلف ملف، كلنا ثقة خلف هذا الملف، كلنا ثقة خلف المشاريع المدرجة في هذا الملف، وإن شاء الله حنبهر العالم باستضافة استثنائية بإذن الله ب 2034. عندنا مشاريع تنتهي خلال الأعوام القادمة، عندنا ملاعب إن شاء الله راح يتم الانتهاء منها في 2026، ملعب أرامكو اللي يعلن عنه في 2027، كذلك في ملاعب تم الإعلان عن الانتهاء فيها استاد الملك سلمان إن شاء الله موعد الانتهاء منه في 2029، وملاعب أخرى تنتهي في 2032. فالجدول الزمني كله يخدم إن شاء الله التطوير في القطاع الرياضي وتحديدا في قطاع كرة القدم. احنا نعيش لحظات تاريخية، حلم لنا كسعوديين وحلم لنا كمحبين لكرة القدم أن نشهد الوقت اللي نتقدم فيه لاستضافة كأس العالم 2034. اليوم نحظى بدعم سخي وكبير جدا من القيادة الرشيدة، نحظى بإشراف ومباركة سمو سيدي ولي العهد لهذا الملف، ومتى ما وضع سمو سيدي بصمته على أي ملف إحنا كسعوديين نثق ثقة عمياء أنه مصير هذا الملف هو النجاح المبهر. هذا يضع مسؤولية كبيرة علينا كسعوديين كمسؤولين في القطاع الرياضي أن نضاعف الجهود لأن نكون أمام هذه المسؤولية ولإظهار الصورة الرائعة والمميزة عن المملكة للعالم أجمع وتقديم نسخة استثنائية مميزة، لا سيما اليوم أنه 140 اتحاد كرة قدم ودولهم أعلنت حتى قبل ما يشوفون تفاصيل ملف دعمها الكامل لتقدم المملكة لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، واللي إن شاء الله نكون بإذن الله عند حسن الظن ونحتفل جميعا إن شاء الله يوم 11 ديسمبر موعد الجمعية العمومية للفيفا بإعلان المملكة كالدولة الأولى تاريخيا بمفردها التي ستستضيف نسخة مكونة من 48 منتخب بحول الله. ما في شك أنه اليوم عندنا تقريبا 15 ملعب سيكون جاهز لاستضافة هذه التظاهرة الكبيرة، ستكون هناك، شفنا الإعلانات التي بدأت تتوالى في الفترة الماضية عن الملاعب الجديدة التي سيتم بنائها، ملاعب بأحدث المواصفات، تكييف، ملاعب ستكون يعني ممتعة جدا وستشكل تجربة فريدة لكافة المشجعين. فيما يخص تجهيز المنتخب اليوم نبذل جهد كبير جدا في الاستثمار على مستوى الفئات السنية، قبل عدة سنوات كانت أصغر بطولة يقيمها اتحاد القدم هي بطولة تحت 17 سنة، اليوم نتحدث عن إقامة بطولات تحت 13 سنة، والسنة القادمة الموسم القادم بعد أشهر نبدأ بطولات مناطقية لتحت 11 سنة، بالإضافة لعمل مهرجانات لاستقطاب الأطفال من عمر 6 سنوات إلى 10 سنوات، فهذا سيشكل نواة حقيقية لاستكشاف مواهب ستكون نواة رئيسية لمنتخب 2034 بحول الله.
أكيد أن المملكة موعودة على حدث عالمي وحدث كبير، والمملكة دائما تقف على هبة الاستعداد لمثل هذه الملفات لنصبح الأميز بإذن تعالى. مشاهدينا، ننتقل معكم إلى دراسة أو لخبر أو حتى لتنبيه. عموما الحرارة العالية يمكن أن تؤدي إلى شعور الإنسان بالإرهاق وقلة الإنتاجية والقدرة أيضا على التركيز والعمل بكفاءة، كما ذكر ذلك الدكتور عبد الله المسند عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس بأن الطقس في فترة طباخ اللون يتميز بارتفاع درجة الحرارة والسموم والرطوبة النسبية على السواحل. أكيد بما أننا في فصل الصيف إحنا لازم نتكلم عن الموضوع، نعطي شوية توعية، شوية أيضا نصائح وإرشادات عشان نبعد عن ضربات الشمس أو حتى الإرهاق أو حتى قلة الإنتاجية. وينضم معنا عبر الاتصال الرقمي الطبيب الأسرة الدكتور علي غراب. أهلا وسهلا فيك دكتور علي وحياك الله. حياك الله جميعا. يلا دكتور، إحنا عارفين أنه الآن إحنا في فصل الصيف، يعني على قولتهم طباخ التمر طباخ اللونين، كل الأسماء ممكن تنطبق على هالفصل اللي احنا فيه الآن، ولكن الحمد لله قادرين نتعايش معاه وممكن نطلع بالسيارة وحتى نطلع في أعمالنا على أقدامنا ونمشي، فبالتالي في نتائج ممكن تسبب إرهاق وتسبب قلة إنتاجية علينا. كيف ممكن أنه هالشيء هذا يؤثر الحر خصوصا على أداء الموظفين في فصل الصيف؟ جميل. طبعا احنا سنويا يعني مر علينا فصل الصيف وترتفع درجات الحرارة، وهذا شيء من له مدة يعني طويلة، خلينا نقول في الجزيرة العربية. فالوقاية دائما نقول لك أفضل من العلاج، فالواحد يأخذ بعض النصائح اللي ممكن تفيده بشكل عام في أنه تقلل من عوامل الخطورة في التعرض للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس المباشرة أو غير المباشرة. في عوامل طبعا خارجية وعوامل داخلية. العوامل الخارجية متعلقة بالمحيط، والعوامل الداخلية اللي هي داخل جسم الإنسان أو صحة الإنسان بشكل عام. إذا العوامل هذه ارتفعت زادت خطورة أن الإنسان يبدأ يفقد السوائل في الجسم، يفقد بعض المعادن الفيتامينات من الجسم، ترتفع درجة حرارة الجسم، يتعرض لا سمح الله له بعض الأعراض منها مثل ما ذكرت ضعف التركيز، التعب، يبدأ يحس بالوهن في الجسم، ولا سمح الله ممكن تتطور إلى الإغماء، والإغماء هذا ممكن يتطور إلى أشياء أخرى. يا ساتر. صحيح، أكيد أن درجات الحرارة العالية ممكن تكون مؤثرة علينا بشكل سلبي، لكن دكتور كيف يمكن الأفراد تقليل تأثير الحر على طاقتهم وإنتاجيتهم اليومية وأيضا القدرة على تركيزهم؟ مثل ما ذكرت انه في عوامل خارجيه. العوامل الخارجيه هذه يعني الانسان ما يتحكم فيها، لكن ممكن يحمي نفسه منها، مثل التعرض المباشر لاشعه الشمس خصوصا فتره الظهيره من الساعه 12 الى الساعه 3 العصر في فصل الصيف بدون ما يكون في حمايه مباشره. مثلا انه كيف ممكن نحمي انفسنا دكتور؟ فمن ضمن الأشياء اللي ممكن يحمي الإنسان نفسه إنه ما يتعرض في هذا الوقت بشكل مباشر. إذا اضطر إنه يتعرض يكون إما حمي نفسه، مثلاً العاملين في المساحات المفتوحة إنه يلبسون قبعات الوقاية، الإنسان يكون في منطقة يكون فيها ظل، درجة حرارة ما تكون مرتفعة فيها في تهوية لها. العوامل الداخلية مثل إنه يكون ماخذ كفايته من السوائل، بشرط إنه ما تحتوي على الكافيين أو السكر، مثل شرب المويه يعني الكمية الكافية يوميا تقريبا يعني 3 إلى 4 ساعات كل ممتاز. 3 إلى 4 أكواب في الساعة إذا كان يتعرض مباشرة للعوامل هذه. جميل. في حال إذا كانت المنطقة مرتفعة الحرارة أن تكون ملابس خفيفة، ما تكون ملابس برضو لأن هذه ترفع حرارة الجسم. ممتاز دكتور. طيب دكتور، احنا عارفين الان يعني العمل تحت اشعه الشمس، المملكه من ضمن الدول التي تحظر العمل تحت درجه حراره الشمس بدرجات مرتفعه، فبالتالي بالنسبه للموظفين اللي في مكاتبهم او في مقار عملهم قد يكون هناك مبالغه ايضا بدرجه التكييف، فتكون البروده مرتفعه نوعا ما. ايش هي مؤثرات هالشيء هذا؟ ايش هي اضرارها السلبيه برضو على صحتنا احنا او حتى على ادائنا؟ احنا دائما نعاني، احيانا بعض الاماكن يقول لك بارد بالمره، تطلع برا شمس حر، فيصير في تناقض. طبعا هو التاثير المباشر والاكثر بيكون للاشخاص المضطرين ان يعملون مباشره تحت اشعه الشمس. اي نعم. هذا ممكن يسبب في مضاعفات كثيره. فطبعا حتى اللي بالمكاتب الافضل
حتى بالمكاتب، بس هو الأكثر ضررا اللي يعمل تحت أشعة الشمس مباشرة. بشكل عام إنه يكون في تهوية كافية في المكان، درجة الحرارة مقبولة لا هادئة جدا ولا مرتفعة الحرارة، يعني إنه المكان مكتوم أو ما في التهوية ما هي عن طريق المكيفات أو المراوح. الملابس ما تكون ملابس ثقيلة، تكون فضفاضة تسمح بدخول الهواء وتهوية الجسم. شرب السوائل بكمية كافية. برضو التغذية، الأغذية اللي تكون فيها الفيتامينات، الأغذية اللي تكون فيها غنية بالمعادن، هذا من الأشياء المفيدة. الأشخاص اللي يعملون في درجات الحرارة المرتفعة جدا أو مباشرة تحت الشمس إنه يأخذون فترات راحة. جميل دكتور، هي أكيد إنه يعني يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مثل هذه النصائح التي تقدمونها والتي أكيد أيضا تصب بمصلحة الموظفين. حنا أكيد نشكر طبيب الأسرة الدكتور علي غراب، يعطيك العافية دكتور وشاكرين لك ما قصرت. أكيد نشكر الدكتور على هذه النصائح الهامة اللي ممكن نحمي فيها أنفسنا من أشعة الشمس الحارة أو درجات الحرارة المرتفعة عموما. مشاهدينا أكيد مكملين معكم حلقتنا وأولى فقراتنا، لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بالأصدقاء المشاهدين وحياكم الله معنا في بداية حلقة الخميس الونيس. حلقتنا اليوم مختلفة متنوعة متجددة، فيها فقرات جميلة وبرضو في برضو فقرات استثنائية، يعني لأن أنا متحمس الفقرة الجاية كأني شوية كلجت. عموما المشاهدين الكرام، لفتت الأنظار الرحالة السعودية أمل أحمد التي تشارك زوجها الرحال مير شاكيل على دراجة نارية خلال تنقلها عبر مدن السعودية، ووجدت أمل زوجها من كل التراحيب الحارة وحسن الاستقبال في كافة المدن، ولاقت جولاتها التعريفية استحسان واسع على منصات التواصل الاجتماعي. نتابع. الرحالة أمل أحمد. التقت أمل بزوجها الكابتن مير شاكيل في إحدى الاحتفالات وعرض عليها الزواج ووافقت، لأنها أعجبت بشخصيته وبحبه للترحال لتشاركه التنقل وتحمل مشقة السفر في سبيل الوصول إلى الشغف والتنقل والترحال على الدراجة النارية. شاركت الرحالة السعودية أمل أحمد زوجها الرحال الهندي شاكيل مير على دراجة نارية خلال تنقلها عبر مدن السعودية، ووجدت أمل وزوجها كل الترحاب وحسن الاستقبال في كافة المدن، والذين أعجبوا بجولاتهم التعريفية التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تعتبر أمل رحلاتها بأنها جزءا من شغفها للسفر والترحال والذي تشارك به زوجها الذي جال العديد من مدن العالم، مما جعله يرتدي سترة مليئة بالقطع والنياشين التذكارية التي تعبر عن مشاركته هو وزوجته في العديد من الفعاليات داخل السعودية وخارجها. شملت رحلاتهم جازان وأبها وحائل والرياض والدمام والأحساء وجدة والمدينة والطائف وجزيرة فرسان، بالإضافة إلى مواقع متعددة في منطقة عسير ورحلات دولية إلى الإمارات. نشر الابتسامة هي إحدى أهدافهم، فرغم التعب والمشقة في السفر إلا أنهم يشعرون بالفرحة بعد العودة من كل رحلة لما يروه من أصداء وتفاعل من المجتمع ودعوة الناس لهم للاستضافة وتوفير مواقع الراحة. رحلة جميلة يا جماعة الخير، أبطالها سعودية وكذلك هندي. مشاهدينا تنضم معنا في الاستوديو الرحالة السعودية الكابتن أمل أحمد. أهلا وسهلا فيك كابتن أمل وحياك الله. أهلا وسهلا، نورتنا ومشرفتنا. الله يخليك مالك. وأيضا ينضم معنا في الاستوديو الرحال الكابتن مير شاكيل الرحمن. أهلا وسهلا كابتن، حياك الله. الله يسلمك حبيبي، شرف لنا. الشرف لنا نحن أيضا. كيف حالك؟ الحمد لله، بارك الله فيك.
كابتن أمل برجع لك في سؤالي، احنا بنسولف معكم على قولتهم وبنقلب الحديث بساط أحمدي، يعني دردشة. كاننا طالعين رحلة وغابت الشمس علينا ونزلنا نصابنا خيامنا وبنكمل رحلتنا وبنقعد نسولف. عاد هذه عندكم انتم من الرحالة دائما. البداية ودي أتكلم وأعرف كيف بدأت قصتكم في خلينا نتكلم انه عن الرحلات، او قبل كل شيء انا ابغى اعرف قصتك مع زوجك، كيف كانت البداية، كيف صار التعارف، كيف صار الاجتماع؟ نبغى نرجع شوية فلاش باك للماضي، لأن مثل القصص هذه جميلة صراحة. صراحة سبحان الله، يعني طريقة تعارفنا كانت يعني زي ما يقولوا ما هي مرتبة، صدفة. كان في فريق تطوعي أنا فيه وهو فيه برضو، بس أنا ما أعرفه كنت. الفريق عرض على الشركة عندنا إنه يدوا دورة تدريبية باللغة الأردو للعمالة اللي موجودة عندنا. أنا ما كنت ضمن الفريق اللي مرتب الموضوع، فكان في فريق اللي هو الماركتينج عندنا. فاليوم اللي المفروض يلقي المحاضرة ما في شيء مرتب في الشركة. كلموني قالوا لي البوابة ما هي مفتوحة، العمال ما هم موجودين، إحنا جوا الشركة، بلا بلا بلا. قلت لهم طيب، جيت نزلنا العمال، ألقى المحاضرة، خرج من المحاضرة كل شيء مرتب الحمد لله، عدى اليوم على خير. المهم طلع ممكن صورة، قلت له أوكي عشان يحطها في السوشيال ميديا عنده. فحط الصورة أوكي، وبعد كده ابتدأ. هو كان عايش هنا؟ هو أيوه، هو أصلا كان في سيفيل أفييشن، الطيران المدني كان. بس برضو في فرق تطوعية كان، وفي مجالات كثيرة في التطوع كان هو. فبعدها لمدة سنتين يرسل لي ما أرد عليه، يرسل ما أرد. تعرف يعني إيش أنت كإنسان إيش تبغى من 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 سيدة؟ أوكي بترسل وراها إيش تبغى؟ بعدين يعني خلاص حنينا عليه، ردينا عليه. يستاهل يستاهل. خليني أنتقل لك أمير شكيل، يعني أنت كنت عايش هنا في السعودية، كيف قدرت انك تتاقلم مع جو السعوديه؟ هل جو اهلك هنا على السعوديه قد زار السعوديه ولا لا؟ اول شيء هذا بلد ما شاء الله تبارك الله، يعني في اول بركه الحمد لله، احسن ناس في العالم انا شفته هنا. انا سافرت كل كثير دول ما شاء الله تبارك الله، كنت ابغى اعيش هنا. بعدين سبحان الله انا ما اتكلم انا زواج قبلك يعني فترة قبل 500 سنة، عشان كده أبغى موجود هنا ما شاء الله. أبوي أمي كان دائما يجي يسوي عمرة وروح، لكن الحمد لله هذا والله هدية من ربنا. ما شاء الله تبارك الله. كم صار لك سنة في السعودية هنا؟ مو كثير، تقريبا 30 سنة. 30 سنة مو كثير، ما شاء الله تبارك الله. كثير 30 سنة ما شاء الله. طيب مير أنا عندي سؤال. فدل. إنه ممكن قبل 30 سنة السعودية كانت شكل آخر، الحين السعودية شكل جديد. إيش الشيء اللي تشوفه الآن تغير في السعودية؟ إيش التطور، النهضة، إيش اللي أنت شفته خلال 30 سنة هذه؟ ما شاء الله تبارك الله. هذا أول شيء شكر ملك سلمان، وخصوص special thanks to Prince محمد بن سلمان. يستاهل. هو سبب هذا غير شكل 360 درجة، غير صحيح. كل شيء، مو بس واحد شيء، أنا ما أقدر أكلم واحد شيء. دهين ما شاء الله تبارك الله السعودية منور مرة مرة. الناس برا ما يعرف هنا إيش. لما أهنا رو منطقة ووري شباب هم كله أبغى يجي هنا. قبل أسبوعين كان أختي جاء من لندن ما شاء الله، قال هي يجي بعد أسبوعين كمان إن شاء الله تبغى ترجع. وإنبسط هذا ما شاء الله تبارك الله، مناطق ناس اي منطقه احنا رور ناس يعني استقبل يعني من قلوب. صحيح. موش نوري. صحيح. اهم شيء هذا انسانية موجود هنا، هذه عاده كل السعوديين وكل ما شاء الله مكان وكل الله. منطقه برضه. طيب امل ابغى ارجع لك، انتم بعد الزواج وبعد ما شفتي انه هو بدا، اعتقد هو رحاله قبل تعرفينه صح؟ نعم. فممكن هو اللي طيحك في مهنه او حب الترحال في كل مكان. صحيح. وين الأماكن رحتوا لها في السعودية؟ ودي نتكلم عن الأماكن السياحية في السعودية اللي تحسين أنا فعلاً إنها جميلة ورائعة وتنصحون الناس فيها بما أنكم رحالة ما شاء الله. طيب إحنا أول رحلة بدأنا فيها طبعاً كان يأخذني أماكن قريبة،
مكة، المدينة، طائف، شوي ابتدينا نطلع. كان أول إيفنت أخذناه وطلعناه كمشاركة رسمية كان شتاء جيزان، أول شتاء جيزان حصل كنا موجودين فيه، فهذه كانت أول مشاركة لي كإيفنت، وتحصلنا تقريبا على البن تبعه. هذا أول بن تحط على البس تبعي كان حق شتاء جيزان. هذا شتاء جيزان عام كم هذا؟ 22. ما شاء الله. بس قبلها كانت في رحلات اللي هي بسيط، بعد كذا ابتدينا كل مشاركة كل رحلات. بس يعني من أنا أقول كل مناطق المملكة حلوة، كل وحدة لها جوها ما شاء الله. يعني ما أقول لك الجنوب أحلى من الشمال، لا، كل منطقة فيها شيء لازم نزوره، لازم ندقق فيه، يجوا الناس يعرفوه. كل المناطق زرتوها ولا باقي؟ الشمال رحنا، الشرقية رحناها، الرياض الوسطى رحناها، الجنوب الحمد لله كلها. ابتدينا نخش في المناطق اللي هي كمان صغيرة اللي الناس أصلا بس تعدي فيها بالسيارة. أكيد يعني حلو. مثل هذه الرحلات أكيد إن فيها كمان الكثير من المغامرات. وأنتوا كمان يعني تحبوا المرتفعات والمناطق جداً الجبلية، فحكينا كمان عن هذه التجربة. جداً هذه زوجي يحكيها لنا صراحة، لأنه هو اللي يعني بيديني تريننج، لأنه أنا بعرف أسوق، بس بيديني تريننج كيف الممرات الجبلية، لأنه بالفعل اللي يطلعها لازم يكون متمكن من اللفات نفسها. يعني مير شكيل هو اللي دربك على المرتفعات والمناطق الجبلية؟ هو ردي كان في مدرب قبله، بس هو دربني بعد وكمل التدريب الاستريك. اها حلو. طيب انا مدربي كان شوية سلس معايا بعد كده ابتدى هو لازم الكلمة تمشي. طيب امل، بس قبل ان اختم، انت اتقنتي اللغة الهندية الاردو او لا؟ لا. اجل مين اللي علم مير؟ لانه هو الان ما شاء الله لغته مرة بيرفكت بالله. اي ما شاء الله لغتك جميل، انت قاعد تتكلم معنا وتاخذ وتعطي، هذا شيء جميل والله. انا كنت استحي كلم، هي قال دائما ليش استحي، انا قلت له مكسور عربي، قال لا لا تستحي كلم. بالعكس، انا اول شغل ما ترى مدني ما شاء الله كله خواجات، حتى سعوديين موجود كلم بالانجليزي، انا يعني ما علمت. طيب مير، بس بشكل سريع، اول زواج انت وامل، كيف انطباع أهلك بالهند، الناس اللي يعرفونك إيش قالوا؟ وبرضه بجي لك أمل في السؤال هذا، إيش الانطباع اللي صار عند الناس الهنود هناك، ويعتبر يعني هندي يتزوج من سعودية؟ عطني التجربة، نرجع فلاش باك. والله صراحة هذا نظام مرة جديد، يعني هم كله في العائلة يعني مشاكل ما أبغى أكلم هذا مستورة. أيوة، لكن أبوي ما شاء الله تبارك الله، هو قال شوف شكيل انت كبير، انت وانت مزاج، انت عارف ايش صحيح ايش غلط، في حدود، لا تروح بالهذا، يعني اي شيء سوي كده جو هيد. يعني الحمد لله. الحمد لله. وانت امل كيف كان الوضع من ناحيه اهلي؟ ايوه. من ناحيه اهلي قالوا لي طبعا احنا ما نبغى نتدخل في الامور الخاصه، بس اقصد بناخذ انطباع يعني عام. إيه بس ما نبغى سالفه اهلي، لا نبغى انطباع عام. اصدقائك صديقاتك كيف استقبلوا الخبر؟ عادي. لانه يعني ما استغربوا وقالوا لا وما ادري ايش وشيء غريب؟ انا حاولت اكتم على الموضوع صراحه. لين ما الحمد لله ربنا كتب لنا وخطبنا وتزوجنا وكل حاجه وكملت اوراقنا وكل حاجه، وحتى يمكن كانت حفله بسيطه سويت في البيت، بعدين فجأة اختفيت، طلعت سافرت رجعت، ها فينك؟ قلت لهم فقدوك، اعترفي وينك. ايوه، فكان شوية قفلت على الموضوع لين ما تم الحمد لله. هو اكيد دائما يعني نسمع القرآن الكريم وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فاكيد يعني انه مهما اختلفت الجنسيات ومهما اختلفت الاعراق الا انه يعني نبقى على قولتهم شعوب واحدة، وشعوب ايضا متضامنة ومتساندة، لا سيما الشعبين الهندي والسعودي، علاقات وطيدة وعلاقات قوية بين الشعبين. احنا مشاهدينا نشكر ضيوفنا في الاستديو الرحالة او الكابتن امل احمد، يعطيك العافية كابتن، شكرا لك. شكرا. وايضا نشكر الكابتن مير شكيل الرحمن، شكرا لك كابتن، ويعطيك العافية على الحضور. الله يعافيك حبيبي، شكرا جزيلا. أكيد مشاهدينا ومكملين معكم حلقتنا، لكن ننتقل معكم إلى هذا التقرير، حيث عادت قرية الموسى الأثرية شمالية الباحة إلى سياق العصر بعد إعادة تنظيم مبانيها القديمة وتهيئتها من قبل أبنائها ورجالها لتتحول إلى متحف ثقافي مفتوح. كأول قرية يعاد تنظيم مبانيها القديمة في المنطقة، وزميلتنا سندس محمد زارت فعاليات هذه القرية ورصدت لنا أجمل تفاصيلها في هذا التقرير. Thank you.
مساء الجمال والأناقة والتاريخ والعراقة من مهرجان الدار تحديدا في قرية الموسى. رح انطلق معكم في هذه التغطية المميزة والجميلة وإن شاء الله تستمتعوا معي فيها. المهرجان يحتوي على حوالي 13 ركن على الطراز التراثي، مختلف ما بين ركن تصوير، ما بين مسرح طفل أو مسميها جرين الأطفال، وفعاليات الخبزة وفعاليات الأكلات الشعبية، الحرفيين، دكان القحم، بيت الضيافة وغيرها كثير. طبعاً هذه القرية عمرها أكثر من 600 عام، تضم في لو نلاحظ من أهم ميزات هذه القرية تجاور بعضها بعض وتلاصق جدرانها مع بعضها البعض، هذا يدل على لحمة أهاليهم سابقاً. اليوم مع هذا الترميم أصبحت هذه القرية يعني مزار وكذلك يعني إحياء للتراث وإحياء للتراث الآباء والأجداد. طبعاً القرية تضم في تقريبا حول 49 بيت تم ترميمها، تم ترميمها قبل تقريبا 5 سنوات. طبعا هذه القرية تمتاز بعدة مواقع يعني تاريخية، منها ساحة الفوزان وكذلك المرصد الزراعي. في الفترة الحالية استغلنا هذه القرية لإقامة بعض المهرجانات لأن أصبحت مزار للسياحة والفعاليات. يوم واحد في السنة تحصل ظاهرة عندنا، طبعا شباك في البيت هذا من جهة الشرق، وهذا الشباك الآخر هنا، وعندنا في المسجد في الدرج حق المسجد حجر أبيض نسميه المرو، تظهر ظاهرة مرة واحدة في السنة تظهر هذه الظاهرة، إن الشمس تطلع من الشباك اللي هناك وتخرج من الشباك الثاني وتضرب فين؟ في المسجد. إذا ظهرت هذه الظاهرة معناته بدأت عملية الزراعة في المنطقة، فلو زرعوا الناس قبل هذا اليوم المنتوج الزراعي ما يطلع طيب، يعني مو زين. وبعد هذا اليوم يستمر الزراعة لمدة 13 يوم. دور المتطوعين في قرية الموسى التراثية يهدف إلى تنظيم المهرجان بشكل كامل، فهم لهم الدور الأكبر في إرشاد السواح، في توجيههم داخل القرية. نستقبل الزائر، نرحب فيه، نعرفه على تراث الباحة ونقوم بكافة واجباته. أكيد شكرا لزميلتنا سندس محمد التي رصدت لنا هذا التقرير. مشاهدينا المستمرين وبعد الفاصل، حماية سياراتنا من الحرارة الصيف، العوازل الحرارية وأنواعها. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. ومن أكثر الأشياء اللي نعاني منها في فصل الصيف هي درجة حرارة السيارة، ومع زحمة الشوارع تزيد أكثر وأكثر لدرجة أنها ممكن تسبب الحرائق لا سمح الله. تفاصيل أكثر في هذا التقرير نتابع. هناك العديد من الوسائل التي تحمي السيارة من الحرارة في فصل الصيف، منها ركن السيارة في الظل، فالبحث عن مكان مظلل لركنها قدر الإمكان لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة، كذلك تظليل السيارة بالعوازل لحماية المقصورة الداخلية، واستخدام ستائر في النوافذ الجانبية والخلفية، كذلك استخدام غطاء سيارة عاكس للحرارة لحماية الطلاء الخارجي من التلف. أيضا التأكد من عمل مكيف الهواء بكفاءة وتجنب ركن السيارة على الإسفلت الساخن، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الإطارات، بالإضافة إلى عدم ترك الأشياء المعدنية داخل السيارة
حيث تسخن الأشياء المعدنية بسرعة وقد تسبب حروقا. وأخيرا تغطية المقاعد وعجلة القيادة، كل هذه الوسائل سوف تساهم بشكل كبير في حماية السيارة من الحرارة في فصل الصيف. أكيد مشاهدينا للمزيد ينضم معنا عبر الاتصال الرقمي الخبير في مجال المركبات الحديثة ناصر الخالدي. أهلا وسهلا فيك أستاذ ناصر، حياك الله. يا هلا فيك أستاذ ريم وهلا بالأستاذ نادر، حياك الله. يا هلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نتحدث عن درجات الحرارة المرتفعة في السيارة، وإيش ممكن تكون الطرق اللي ممكن نحمي فيها السيارة من حرارة الصيف. أحد هذه الطرق هي العوازل الحرارية، فعرفنا على أنواعها وأيضا مميزاتها، وهل فعلا ممكن تحمي السيارة من الحرارة أو لا؟ أول شيء أحب أعرفكم أنه أنواع الأفلام، في أنواع التقليدية اللي هي الألوان المصبوغة، هذه بالغالب منتشرة في الأسواق وأسعارها جدا رخيصة. النوع الثاني اللي هي الأفلام الحديثة، لما تكون اللي هي الأفلام المعدنية بتقنيات حديثة بحيث ما تمنع الجي بي إس. أيضا عندنا الأفلام اللي تكون بالتكنولوجيا النانو وتكون مكونة من طبقات عديدة توصل إلى 200 طبقة، فهذه تساعد على حجب أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، بحيث ما تخلي الهواء يسخن داخل المركبة، وتخلي برضه اللي هي تمنع عننا الأشعة فوق البنفسجية الأشعة الضارة اللي ممكن تسبب سرطان الجلد وأمراض صحية لقائدي المركبات. ممتاز ناصر. طيب احنا الان في فصل الصيف، وانا من الناس اللي صراحه يعني جربت اني انا اركب حمايه مثلا لسيارتي عشان بس اركب السياره وتقل نوعا ما درجه الحراره. ممكن يقول لك درجه العزل توصل ل 95 85، تتفاوت من مكان الى مكان. بس السؤال هنا ان احنا قاعدين نشوف في اسعار فلكيه، هل هذه فعلا الاسعار مقابل الخدمه المقدمه وهي عزل الحراره، ولا انتم تحسون فعلا في مبالغه بالاسعار؟ بالنسبة للأنواع العوازل ما في شيء اسمه 99 أو 98% يعني هذه كذوبة منتشرة يعني. نعم، هم مركزين على موضوع اللي هي الأشعة فوق البنفسجية، مركزين عليها أنها 99% وتعطيك أفضل عزل حراري. ولكن لما نجي على الداتا شيت لأي منتج، خصوصا المنتجات الأصلية، حنلقى فيها معلومة اللي هي التوتال سونار إنرجي ريجكشن، اللي هي طرد العزل الحراري الكلي، وهذا بناء على عدة عوامل من ضمنها الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة تحت الحمراء، أيضا الرؤية داخل المركبة. في الحالة هذه نقدر عن طريقها لما نرجع للداتا شيت للمنتج الأصلي، فحنعرف الفرق من عازل إلى آخر، وكل ما زاد كم النسبة يعني أعطانا كفاءة عزل أفضل. كم النسبة ناصر؟ وبالنسبة للأسعار أخوي نادر، فأكيد إنه أسعارها حتكون في المعقول، يعني ما حد تزيد عن 3000 ولا حتقل عن 2000 ريال. هذه أفضل عوازل ممكن حنلقاها في السوق. جميل، خلينا نعرف معك بعض أنواع العوازل، إذا ممكن يعني تستعرض لنا بعض هذه الأنواع وتكلمنا عنها. تمام، بالنسبة للجهاز هذا يدس لنا جماعة الخير اللي هي بعض الأرقام المهمة في العزل الحرارة أو الفيلم العازل الأصلي. فعندنا زي النوع الشفاف هذا أول شيء نبدأ فيه، فلو نجي نحطه هنا زي ما تشوفه في الجهاز، حيطلع معانا اللي هو ثواني، حيطلع معانا نشوف الأشعة فوق البنفسجية حتطلع معانا 99، الأشعة تحت الحمراء حتعطينا 91، أيضا عندنا اللي هو حجب الرؤية حيعطينا 76.5 و.4 أو 67. فهذه كل ما زادت الأرقام كل ما كان العزل أفضل. فتشوف هذا العازل برضه من اللون الغامق، وهذا عازل يعتبر بالتقنية الحديثة بالنانو. فنشوف هنا كمان نسبة العزل للأشعة فوق البنفسجية حتكون 99%، أيضا الأشعة تحت الحمراء حتكون 87%. وكل ما زادت الأرقام هذه بالإضافة إلى TSER كل ما كان العازل أفضل. وأيضا بالنسبة للعوازل الأصلية اللي حيكون فيها انه بعد فتره البعض يركب عازل اليوم سياره جديده، بعد شهرين ثلاثه اربعه حنلقى العازل فقد الخواص الخاصه فيه وما عاد يعزل مثل الاول، وهنا تفرق كينونه العزل من عازل اصلي الى العازل التجاري. ممتاز.
طيب ناصر، الآن إحنا لو نتكلم عن فصل الصيف ممكن وفيه أحد مننا أو كثير ممكن يستخدمون تقنية النانو سيراميك اللي يجيك رش كامل على السيارة، ظن منهم إنه يقولك يخفف الحرارة أو امتصاص الحرارة على على المركبة بشكل عام، هل فعلًا هذا الشيء موجود ولا هو مجرد تسويق يعني؟ هو ما له دخل في الحرارة، هو فقط في حماية اللي هو البودي، والبعض يقول أنا عندي نانو طبقات، 6 طبقات 7 طبقات، وكل ما زادت الطبقات هذه كل ما كان السعر أعلى، ولكن الكلام هذا غير صحيح. هي طبقة اللي هي النانو سيراميك عبارة عن طبقة واحدة، ولكن هي عبارة عن عدة مراحل لتكفيل جميع المسامات في البودي، بحيث ما تخلي أي شوائب أو أي موية أو أي مادة سائلة تعلق على سطح المركبة. هذا بالنسبة للنانو سيراميك، ولكن مشكلتها إذا مشيتوا على طرق سريعة حتكون كمان إنه حتعطيكم حماية، ولكن ما حتكون حماية جدا عالية، خصوصا مع أجواءنا الجميلة، العجز السافل، العواصف الرملية اللي في الطرق، فهنا راح يتآكل النانو، ممكن يزيد ضربات على البودي. ففيه أفضل من النانو سيراميك اللي هو البي بي إف، هذا فيلم حماية يوضع على كامل السيارة، البعض يضع فقط على وجهة المركبة بحيث يحمي المركبة من السافل، من العجز، أيضا من الحجارة الخفيفة عشان ما تأذي بودي المركبة. أما علاقته بالحرارة فما له دخل فيها، هي فقط لا بس تعقيبا ناصر، ناصر تعقيبا على سؤالي لك، هو علاقته بالحرارة، الآن احنا لما نشوف أغلب السيارات يحط لك نانو كامل، لكن حرارة الشمس وأشعة الشمس ممكن تسبب أثار على البودي بشكل عام، ولما يجي بعدين يبغى يشيله ويسلبه تسبب له معاناة، فهمت علي؟ صحيح صحيح. هذه عشان تعطي حماية أفضل مع الحرارة مع الأجواء العالية، وأيضا عن المواد الكيميائية بحيث تحمي البودي، يصير إذا في أي مادة كيميائية جاءت على سطح المركبة تطردها عن السطح، يصير ما في تآكل على القشرة الخارجية اللي هي البويا. جميل ناصر، بالنسبة لأنواع العوازل اللي شفناها معاك واللي استعرضتها معنا على الشاشة، هل هي موجودة في السوق ولا فقط في مراكز مختصة؟ هي موجودة في السوق، ولكن ضروري على المستهلك، من باب اللي هو تعزيز ثقافة المستهلك علينا، واجب إنه لازم تتأكد إيش نوع العازل أو الحراري اللي أنت راح تحطه، من أي شركة، هل هي شركة عالمية ومعروفة مختصة في هذا المجال أو لا، بحيث إنه كثير من البراندات عندنا في السوق يقول إنها ممكن صناعة أمريكية أو صناعة ألمانية أو غيرها، ولكن لما نجي نبحث عنها ما نلقى البراند هذا في نفس البلد، فتكون هي علامات ربما إنها مسجلة بعلامة كملك، ولكن لا تباع في الأسواق الخارجية وتباع في الأسواق المحلية عندنا. ممتاز. فضروري على المستهلك إنه يبحث ويعرف الشركة إيش نوعها وإيش صناعتها، وين تنباع، وقتها يتأكد من معلومات المنتج اللي هي الداتا شيت، إذا موجود للمنتج نفسه داتا شيت فبكذا يطمن ويقدر يطابق الأرقام هذه بالأجهزة حتى بعد. جميل، أكيد شكرا لك الخبير في مجال المركبات الحديثة ناصر الخالدي على هذه المعلومات، يعطيك العافية. يمكن تراها معلومات مفيدة بالنسبة للبنات اللي أنتم يقدمون على السيارات وسواقتها، ينتبهون ويركزون، لأنه ممكن مو بس البنات اللي تمشي عليهم، حتى ممكن إحنا الشباب برضو، فيصير ممكن نوعا من الغش، نوعا من التركيب واللي يمشي واللي يسبب يعني مشاكل حتى على الجلد وعلى بشرتنا، ويسبب أيضا أمراض لا سمح الله. مشاهدينا، اختيار طبيب التجميل المناسب والموثوق هو خطوة مهمة للغاية لضمان تحقيق النتائج المرجوة والحصول على تجربة آمنة ومرضية. للمزيد خلونا نتابع. لما نتكلم عن نحت القوام والأجهزة المستخدمة في نحت القوام، لابد نتكلم عن الفئات العمرية، كذلك جودة الجلد. فجودة الجلد تحكم علينا استخدام أجهزة معينة، كذلك الفئة العمرية. فالفئة الشابة نستخدم لها أجهزة بدون عمليات، كذلك إذا كان جودتهم جودة الجلد عالية جدا. بينما إذا كانت جودة الجلد متوسطة أو ضعيفة نستخدم لها أجهزة أخرى. كذلك إذا في موجود ترحل أو مو موجود ترحل، كل هذا يعني يستدعي منا استخدام أجهزة معينة. طبعاً إذا نتكلم عن الأجهزة الحين الموجودة بالسوق، نتكلم عن الفيزر، نتكلم عن البادي تايت، نتكلم عن الجي بلازما، هذه اللي مستخدمة شائعة في السوق. فكل جهاز له دور معين في نحت القوام.
طبعا الاجهزه هذه هي اجهزه تولد حراره، من خلال الحراره هذه نشد الجلد. طبعا الاجهزه هذه ما تستخدم في اذا كان ترهل عالي جدا، فاذا كان ترهل عالي جدا لابد من التدخل الجراحي. نتكلم كذلك عن الترهل، هل هو ترهل بسيط متوسط عالي؟ اذا كان بسيط وجوده الجلد عاليه كذلك الدهون كثافه الدهون تحت الجلد جميله نستخدم لها فيزر. اذا كان جوده الجلد عاليه كذلك ويوجد دهون كذلك يوجد ترهل متوسط نقدر هنا الجراح اللي يلعب دوره في شد الجلد يستخدم اي نوع من الاجهزه هذه البادي تايت الجي بلازما الفيزر. ممكن يوظف الاجهزه جهازين لخلق حراره اعلى لشد الجلد، مثلا اذا كان الجلد ترهل متوسط وكذلك جودته عاليه ممكن استخدم الجي بلازما والفيزر او الجي بلازما او الفيزر مع البادي تايت لشد الجلد. قرار نستخدم اي جهاز يرجع بشكل اساسي للجراح نفسه من خلال خبرته الطبيه ونوع الجلد اللي يواجهه. اذا كان نوع الجلد عالي متوسط جوده، طبعا نتكلم عن جوده الجلد عاليه او متوسطه او خفيفه كذلك اذا ترهل او لا، يستخدم اي جهاز، يعني جهاز محدد لكل لكل فئه. فاذا كان يعني جوده الجلد عاليه جدا وكذلك ما في ترهل وما في تجمع دهون عالي ممكن نستخدم الفيزر. إذا كان في جودة الجلد عالية وفي ترهل متوسط ممكن نستخدم جي بلازما والفيزر. بينما إذا كان جودة الجلد فيها ترهل أعلى من المعتاد كذلك ما في دهون، لأن اللي يحكم بين أنا بالنسبة لي كجراح تجميل يحكمني الدهون، وجود الدهون. فوجود الدهون هذا مهم جدا بالنسبة لي، بحيث الدهون هذه هي اللي تخليني أشد الجلد. فإذا كانت كثافة الدهون عالية شد الجلد يكون أعلى، إنما إذا كانت متوسطة يكون شد الجلد أقل من اللي عندهم دهون عالية كثافة الدهون عالية. وإذا ما اللي ما عندهم دهون تحت جلدهم هذه مشكلتهم إنه يحتاجون إلى حرارة قوية جدا لانكماش الجلد، فنستخدم أجهزة توليد حرارة عالية مثل الفيزر كذلك نضيف إليه البادي تايت. الشفط والنحت موضوع ذو إسهاب يعتمد على جودة الجلد كذلك يعتمد على تجمع الدهون كذلك يعتمد على الترهل كذلك يعتمد على الأجهزة اللي نحن نستخدمها للشفط. فأوزعهم حسب الفئات العمرية وحسب فقدان الوزن. الفئات العمرية الشابة جدا اللي ما عندهم تجمع دهون كذلك ما عندهم ترهل وجزء الجسم يعني ممشوق، فهذه يحتاجون مجرد الى اجهزه غير جراحيه في العياده لشد الجلد كذلك لاضفاء جوده اعلى للجلد وجعل الجلد قابل للتغيرات الفسيولوجيه في المستقبل مثل الحمل. فتقدر من خلال الفئه الشابه العمريه الفئه الشابه جدا تقدر من خلال هذه الاجهزه انه تحافظ على جوده جلدها 20 سنه قدام او 15 سنه قدام بغض النظر عن التغيرات الفسيولوجيه اللي تحصل عليها من الحمل. احنا نفضل كجراحين ان الكتله تكون تحت 30، بس هذا ما يرجع للجراح نفسه، يرجع للمراجعه نفسها. هل هي راضيه اذا كانت كتلتها عاليه هل هي راضيه بجسمها او لا؟ فاذا كتلتها عاليه وما هي راضيه بجسمها لابد ان تخضع لفقدان الوزن. شكرا لزميلتنا إيمان الحمدان على هذا التقرير. مشاهدينا احنا حلقتنا مستمرة وعندنا بعد الفاصل. بين الأوتار والنغمات رحلة موسيقية مع الملحن رياض العلي. Thank you.
أكيد مشاهدينا آلة موسيقية ساهمت بأكثر المقطوعات الموسيقية تأثيراً وانفعالاً عبر التاريخ، ولعبت دوراً مهماً في أنواع مختلفة من الموسيقى. اليوم ضيفنا رح يطرب مسامعنا بألحان تجعلنا نتأمل معها الأشياء من حولنا. نتابع. في سنة 1560 ميلادية كانت السنة التي بدأ العالم فيها يستمتع بأحد أجمل الآلات الموسيقية على الإطلاق. لم يكفي هذا العالم من كلمات لشكر مخترع آلة التشيلو الإيطالي أندريا أماتي. التشيلو آلة دافئة وعميقة وقادرة على إعطاء تعبيرات خاصة، وتمنح المستمع لها إحساساً يحاكي صوت الإنسان أثناء الغناء. فالكثير من الناس عندما يسمعون صوت آلة التشيلو يعتقدون أن شخصاً ما يتحدث معهم. في هذا السياق برز الكثير من الأشخاص الذين أتقنوا العزف على آلة التشيلو، من هؤلاء الشاب رياض العلي الذي يعد ضمن العازفين المتقنين على عزف هذه الآلة. كما أن رياض ليس مجرد عازف، بل هو عاشق ومنصت لها بقلبه، فهو يجد الحب في كل وتر يعزف عليه. مشاهدينا، ينضم معنا في الاستوديو الملحن وعازف التشيلو رياض العلي. اهلا وسهلا فيك رياض، منورنا، حياك الله. نور نورك، انا سعيد جدا يعني باستضافتكم لي في قناه اس بي سي. طبعا في البدايه المقطوعه اللي عزفتها اول شيء اهديها لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وإلى سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ترشح المملكة واستضافتها لكأس العالم. وأحلى إهداء والله. 2034. فعلا إهداء جميل، ونحن أيضا يعني استمتعنا به صراحة وأطربت مسامعنا بهذه الآلة الجميلة. ويعني رياض مثل ما شفنا في التقرير فعلا آلة التشيلو آلة كذا بتخترق القلب، لكن ليش دائما بيقولوا فعلا أن آلة التشيلو بتخترق القلب؟ إيش سر هذه الآلة الجميلة؟ والله شوفي في البداية يعني آلة التشيلو آلة مظلومة، طبعا كانت تستخدم كآلة مصاحبة بالفرق الموسيقية إلى أن أتى الموسيقار باخ وأضاف لها مقطوعات خاصة وأظهر هويتها. فبعد كذا تطورت وصارت يعني محبوبة عند الناس، صارت يعني كسوليست كمقطوعات خاصة فيها. وبالإضافة إلى ذلك يعني الآلة دافئة وفيها حس وعمق عجيب، يعني يقال أنها أقرب صوت إلى البشر، هي أقرب آلة للإنسان تعتبر. طيب طيب رياض، يعني احنا لو بنرجع للآلة، يعني انت نعتقد انه انت اول سعودي يعتقد او من اوائل السعوديين اللي يتقنوا عزف التشيلو في الرياض او في المملكة، صحيح المعلومة هذه؟ والله من الاوائل اللي يقدموا عليها. في سبقوني اساتذة يعني قبل عقود، وفعلا يعني هذه المعلومة صحيحة، يعني انا اعتبر من الرواد التشيلو في المملكة الحمد لله. وكنت انا يعني كان يطلقون علي العازف اليتيم او الله، لأني أنا كنت من الأوائل، بس الحمد لله يعني الآن يعني مع مبادرات وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الموسيقى بإنشاء الفرقة الوطنية وإنشاء يعني بعض المبادرات. كيف تعلمتها يا رياض؟ لو بنرجع لورا شوية، كيف تعلمتها؟ مين اللي علمك؟ أنا والله تعلمتها على يد أستاذي مسي عليه بالخير، من يشكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
الأستاذ ياقوت هو عازف الأوبرا المصرية، تعلمت تتلمذ على يده، وبعد كذا يعني دراسات حرة على يد الأستاذ. قدرت أنك تطور من نفسك؟ بديت ومع الفرقة الوطنية الآن. جميل. عازف تشيلو. جميل صراحة، فعلا هذه من الآلات الجميلة، واللي مثل ما ذكرت بالبداية يعني آلة سمعنا الكثير من المقطوعات والمعزوفات من هذه الآلة الجميلة، لكن من هو ملهمك في هذه الآلة؟ والله شوفي، ملهمي في هذه الآلة يعني الدكتور عماد عاشور، طبعا أمسي عليه بالخير. هو طبعا أستاذ كبير من رواد التشيلو العربي، وهو من يعني الأساتذة اللي هي بالأصل آلة غربية، وهو من يعني كان له فضل بعد الله أنه يطوعها إلى الشرقي أو يعربها نوعاً أو يعربها. صحيح. طيب رياض، يعني التشيلو أنا دائماً إذا شفتها أتذكر رواية معالي مستشار تركيا للشيخ اللي أكيد المسي عليه بالخير، واللي تابعناها أيضاً بفيلم سينمائي وفعلا حقق نجاح بقصة صراحة مرعبة، ولا زلت أتذكر أحداث الفيلم. أنا مجرد أشوف الآلة قدامي أربطها بالحزن، أربطها بالمشاعر الدافية. أنت وأنت قاعد تعزف، وش المشاعر اللي ممكن تنقلها لنا وتحسها وتشعرها؟ وش تحس فيه؟ والله شوف، زي ما قلت لك يعني تنقلك بعالم آخر. هي يعني تنقلك ويعني وتتجلى. الله، تتجلى يعني بهذه النغمات الدافئة اللي تلامس المشاعر والوجدان. يعني فعلا أنا أعزف عود من أكثر من 25 سنة. وهو كان بدايتك؟ عود وكمانجا، وأتقنت بإتقان يعني قبل التشيلو. قبل التشيلو، فلما وصلت التشيلو يعني فعلا هي آلة عظيمة لقيت نفس قلبك أكثر من آلة العود والكمانجة. يعني صراحة ما ودي يزعلون اللي لا، بالنهاية كل شخص يعني يحبوني على العود، كل عازف يعني في آلة معينة بالعكس بيحس أنها أقرب لقلبه، فهذا الشيء يعني أكيد أنه طبيعي وعادي. صحيح صحيح، يعني التشيلو هي يعني ما كانت دارجة عندنا في مجتمعنا، فأنا يعني لو أي واحد من المبتدئين يقول لي ايش حابة اتعلم يا استاذ رياض، اقول تقول له تشيلو على تشيلو. طول رغم ان رياض الكثير بيقول يعني انا صراحة كان عندي النية اني اتعلم هذه الآلة، لكن يمكن خفت بسبب ان الكثير من الاشخاص كانوا بيقولوا ان آلة التشيلو من اصعب الآلات اللي الواحد ممكن يتعلم العزف عليها. والله فعلا فعلا يعني الآلة انا يعني كتجربة من عزف العود والكمان ومقارنتها بآلة التشيلو، التشيلو يعني تحتاج إلى صبر أو شيء، وتحتاج يعني جهد، يعني متعبة نوعا ما. متعبة نوعا ما. طيب صحيح. رياض، أنا بس ودي الآن ترفع لنا الآلة، أبغى نستعرض، بس تشيلها قدام عشان تطلع بالكاميرا، وباك يعني تستعرض لي بعض أجزائها وكم يجي حجم منها أو وزنها، وبرضو بعدها نبغى نسمع، لأن صراحة المعزوف الأولى أطربتنا. أبشر طبعا. فمعك طبعًا الكاميرا طبعا الآن. طبعا هذه التشيلو مقاسه 4x4 متعارف عليه، هذا عندنا هنا يسمونها المشط، هنا الصيخ، هذه الفرسة، هذه المراية، هذا الأنف، طبعا يتكون من 4 أوتار. طبعا وزنها كم يجي احيانا؟ الوزن يختلف يعني من صانع لصانع، والآلة طبعا يعني فيها قيمتها يعني. بس انا الآلة هذه شايفها ثقيلة يا رياض، عارف ليش حاسنها ثقيلة؟ عارف ليش؟ لانها ثقيلة بإبداعك، ثقيلة بلمساتك اللي ابغى اسمعها مرة ثانية منك. تسلم الحين. تسلم. انا والله يعني الأمانة انا اقتني تشيلوهات كثيرة يعني تعود الى مئات السنين يعني. وانا اليوم جايب معاي ضيف اللي هو تشيلو كان يقتنيه الأستاذ الله يطول بعمره مجدي بولس، طبعا من عازفين فرقة أم كلثوم. هل بيفرق نبدأ؟ نوع الآلة في العزف؟ Thank you.
والله تستاهل صفقة يا رجل، عشنا جو معاك. تسلم. وين وديتنا انت؟ ايش هي المقطوعة هذه؟ تسلم. طبعا هذه مقطوعة يا زهرة في خيالي. نعم. للموسيقار العظيم رحمه الله فريد الأطرش. انت وين قفلت عفشك؟ ترى نبي منك واحدة ختامية. رجع ما شبعنا. لا بس بريحه شوي. اشوف قش عفشة. لا ما في لسه تو. ترى زي الانسان يعني مخلوق يحس ويتاثر يعني. انتم تحسون فعلا انه مخلوق صدق ولا احساس؟ يعني بس انه يعني ما بثت فيه الروح عشان يتكلم. تبعت الفيلم تشيلو؟ تبعته تبع معالي مستشار تركي. إيه. الشيخ تابعته يعني. يعني نوجه بالشكر والتقدير له يعني اللفت الكريم انه التفت الآلة تشيلو. يعني صراحة يعني اعطانا حافز واعطانا يعني يعني افاق يعني عن هذه الآلة، وان شاء الله يعني تستخدم في الموسيقى التصويرية باذن الله. فعلا صراحة من الآلات الجميلة. رياض، هل بتشوف انه في اقبال على هذه الآلة؟ يعني يمكن في السابق مو الكثير، لكن اليوم يعني ومع تطور الموسيقى بنشوف ايضا معاهد يعني موسيقية بالسعودية، هل بتشوف انه في اقبال على هذه الآلة تحديدا؟ والله في اقبال قليل يعني. ليش؟ يعني لتكلفة الآلة يعني. الآلة يعني ما هي بمتناول اليد هذا أول شيء. تحتاج يعني ترتيبات. صحيح. مكلفة شوي. بس الحمد لله يعني الآن يعني في يعني في وزارة الثقافة هيئة الموسيقى طبعا تقدم لهم بالشكر والتقدير يعني على المبادرات اللي يعملونها والدورات. صحيح. يعني في وفي تطور وفي تطور اساسا برضه، والورش في مرواس برضه، في عازفات سعوديات الان يعني تحت التدريب. جميل. شيء جميل يعني. اتمنى فعلا نشوف مواهب صاعده في هذه الاله الجميله. واكيد يعني نشكرك الملحن رياض العلي، لكن اكيد قبل ما نطلع فاصل رياض حابين نسمع منك مره ثانيه. صراحة لا، أنا طماع، أعجبتني المقطوعة الأولى اللي دخلنا فيها، المقطوعة الوطنية ودي أسمعها مرة ثانية، فلو تعطيناها الآن ونطلع فيها الفاصل لأنها صراحة جت على الجرح، وغير كذا بمناسبة جميلة ومناسبة عظيمة لنا إحنا الآن، وإحنا يعني نترشح لكأس العالم، فودنا بالأشياء الوطنية الجميلة. رياض وأنت أنا ملك مبدعة ما شاء الله تبارك الله. يلا نطلع فيها فاصل معك يا رياض. حياكم الله مشاهدينا من جديد، مكملين معاكم في حلقتنا لليوم، وزوار بوليفارد رياض سيتي يشاركون ويستمتعون بالفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. مراسلتنا رصدت أجواء البطولات والفعاليات وأيضا انطباع الزوار في هذا التقرير. أساساً هنا جايين مستضيفيننا بحكم أننا حقين الدوري الأول السعودي المجر الأول الحمد لله، فبرضو من الفعاليات اللي مسوين هنا مسوين بطولة البلوت وجايبين أفضل لعيبة في الشرق الأوسط. من الشباب الهاوين في لعبة البلوت اللي هي تحت سقف الألعاب الذهنية. طبعاً حنا كشباب عندنا مجموعة شباب مهتمين في هذه اللعبة، في تنظيم قوانينها، في
نحاول إقامات بطولة لها وتنظيم البطولات. فاليوم جايين نشارك الشباب في اللعبة هذه اللي هي أكثر شعبية طبعا في المملكة العربية السعودية. جيت أشارك في فعاليات الجيمينج باس وجيمينج هول الاستسي بلاي. صراحة مكان جدا مرتب وحلو فكرة النقاط وكيف تحمس الواحد انه يجي يوميا يزور المكان. انا شخص محب للبلوت وشفت اليوم سفير البلوت مقمقش جاي للبلوت وعنده بطولة، فهذا الشيء الهمنا نجي نتفرج وجاي هنا عشان نسوي التحديات والعب واتسلى. اشارك بلعب فورت كود كذا اشارك وذا ودي الحين ابي العب كذا فورت واجرب. جاي عشان أصحابي عندهم تورنمنت روكت ليج، فجينا نستكشف المكان قبل التورنمنت لأول مرة، والمكان مرة جميل الصراحة. السنة اللي فاتت برضو جيت كان مرة غير الإي سبورت عن الحين، فالحين جينا مستغربين إيش البطقة وإيش سويتوا جهة كاملة بس للجيمينج، فحسيت إنه شيء خطير والله أبدعتوا فيه صراحة. جاي من لندن، أصحابي عايشين في السعودية، أنا بس أدرس في لندن تمثيل، فجاي أزورهم أشوف كيف الجيمينج معهم وبس والله. أكيد رياضات الإلكترونية وفعالياتها أثبتت نجاحها وأيضا صداها صار مسموع في كل العالم. مشاهدينا ننتقل معكم إلى فقرتنا التالية، فقرة سلفتنا. يا كثر ما نسمع بين الناس نقاشات عن الكتمان والبوح، هل الواحد يحافظ على سار داخله ولا ممكن يشاركها مع أحد؟ الحقيقة ما في جواب واحد ممكن يناسب كل الناس، الأكيد هو التوازن بينهم، لكن الكتمان يكون مفيد لما تحتاج تحمي نفسك أو حتى تحافظ على خصوصيتك، والبوح يكون مفيد لما تحتاج دعم نفسي أو حتى مشورة. أهم شيء تعرف لما تبوح أو تعرف الناس المعينة اللي حولك تبوح لهذا أو تسولف لهذا، والأهم أنك تكون واعي بالأشياء اللي ممكن تشاركها. في النهاية صديقي لا تكتم كل شيء ولا تبوح بكل شيء، حافظ على توازن يريحك ويحميك في نفس الوقت. مراسلنا نزل الشارع وسأل جمهورنا هل أنت مع الكتمان أم مع البوح وليش؟ نتابع. هل أنت تكتم ولا تبوح باللي في داخلك؟ لا والله ما أحب أكتم، أبوح. لا أكيد لازم نكتبوح، عشان لو كتمت ما اي نعم بتموت. صحيح والله بعض الاحيان كذا وبعض الاحيان كذا. ايش اللي يخليك كذا وكذا؟ يعني اذا حسب الشخص اللي يعني اتكلم معه وكذا. لا لا ما اللي في صدري في قلبي على طول على لساني ما يحتاج. لا كتومه لاني ما احب افضفض لانه ما عاد في ثقه في هذه الدنيا. هل انت مع الكتمان ولا البوح وليش؟ لا طبعا مع الكتمان بكل تاكيد. الكتمان يعني أفود لمصلحتي أنا، البوح أحياناً يسبب لي أضرار. لا كتوم، ما أسلم أحد حبل من أحبالي. والله أحياناً كذا وأحياناً كذا. إيش اللي يحكم؟ المكان والظرف.
أنا بالعكس أكتم أكثر من مني أبوح، أو ممكن أن ما أقول أشياء الشخصية، عرفتي؟ أنه دائماً يكون أخذها بمواضيع سطحية أكثر من منها أقول أشياء شخصية عني. لأن أشوف هذا شيء شخصي، أنه ما حد له دخل فيني، عرفتي؟ أكيد البوح، لأن سبحان الله الإنسان إذا كان يكتم 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 بعض الأحيان تسبب أمراض، وبعض الأحيان تسبب تراكمات. الإنسان لازم عشان يعرف إيش يمر فيه وإيش الظروف اللي يمر فيها، وبالعكس كل ما باح للشيء يكون الشيء واضح للأشخاص اللي حوله عشان يعذرونه وعشان يوضح لهم واقعهم يعني. بس والله الواقع اللي هو فيه واللي يمر فيه عشان الناس تعذره. أنا مع الكتمان، أن البوح أحياناً يسبب تجريح أو قطع علاقات كثير. البوح كويس صحياً الصراحة، لكن أنا أفضل الكتمان. على حسب، في أمور تحتاج بوح، في أمور تحتاج كتمان. أنت تقول للناس أسرارك ولا لا؟ لا. ليش؟ علشان ما يعلمون الناس. مشاهدينا، مثل ما شفنا اختلفت الآراء، البعض قال يعني يحاول يوازن ما بين الاثنين سواء كان الكتمان أم البوح، لكن أيضا الكثير من الأشخاص قالوا أنهم يفضلوا الكتمان عشان يحافظوا على أسرارهم وعلى مشاعرهم، ويعني يتجنبوا من المضار اللي ممكن البوح الزايد يسببها لهم. لكن دائما أنا برأيي أن التوازن جدا جميل، لأن الواحد لما يكتم في نفسه بعض الأمور لفترات طويلة ممكن أن تقلب النتيجة عكسية. ولا ايش رايك نادر؟ لا انا مختلف معك. ايش رايك؟ انا مختلف معك بس متفق مع كلامك. باي نقطه مختلف وباي نقطه متفق؟ طيب كلامك صح، بس حبيت كذا مازحك شويه. ايه؟ نبغى النظره الشريره هذه، انه ليش تعارضني؟ هل الصح فعلا؟ لا، من حقك تعارض اكيد. لا بس كلامك صح، كلامك صح، كلامك منطقي، التوازن مطلوب. لا انت اللي تصير راعي سوالف، وكل من جاك قعدت على قولتهم تهدري له وتعطيه كل ما في داخلك. فاحيانا ريم لما تتكلم لأحد تندم أشد الندم إنك فضفضت له، يعني لما تجلس في مكان يقعد يسولف فيك يشهر فيك. يعني مثلا أحيانا القصص كثيرة يقول لك يعني والله أبو فلان صار على موقف فلاني، وأنت جالس تتفرج والله عليه كذا أنا ليتني والله ما سولفت له هالسالفة، تندم. بيقول السالفة قدامك يعني في مجلس مليان. لا وبعضهم يقول لك أحد الأخوة مر عليها الموقف هذا. إيه؟ وأنت اللي تسمع ترى يقصدك أنت بس ما قال اسمك. ترى بعض الأحيان ممكن توصلك السالفة من شخص ثاني تماماً، يقول لك في أحد حكاني إن فلان صارت معاه هذه السالفة، وتكون السالفة عنك أنت. فعشان كذا يعني أكيد إنه يعني ما ننصح إن الواحد دائماً يكتم في نفسه بعض الأمور، لكن بنفس الوقت نحاول إن نختار الشخص الصح اللي نقدر نفضفض له وإحنا واثقين ومطمئنين وكمان مرتاحين إن هذا الشخص راح يكون كتوم لبعض أسرارنا. مشاهدينا، ننتقل معكم من هذا الحوار إلى جمال تنومة الخضراء اللي يمتد من مشرق شمسها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها، حيث الطبيعة والأجواء الباردة والمنتجعات والأكواخ الفريدة من نوعها. نتابع. يا لا 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 لا. جمال تنومة جمال يمتد من مشرق شمسها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها. ففي جنوب تنومة تنسج الأكواخ الخشبية في منتجع نوربان لتضيء ليالي تنومة الحالمة. عند وصولك إلى منتجع نوربان سيستقبلك مدخله الشامخ فاتحا لك أبوابه على عالم من الفخامة والراحة، لتمتد أمامك ممرات بالأحجار الطبيعية في تناغم مع المساحات الخضراء التي تحتضنها الأزهار الملونة والأشجار المعمرة. أكواخ نوربان هي جمال معماري تندمج بشكل جميل مع البيئة. أسقفها وجدرانها الخشبية تخلق شعوراً بالدفء، بينما النوافذ تسمح بدخول الشمس مانحة المكان إضاءة طبيعية ساحرة. تطل الأكواخ على مناظر خلابة، مما يجعلك تشعر وكأنك في لوحة فنية مرسومة بعناية. تأخذك أكواخ نوربان إلى مجموعة من الأنشطة والمغامرات، منها ركوب الدراجات الجبلية وركوب الخيل. صممت هذه الأكواخ لتكون ملاذاً لكل من يبحث عن الهدوء والجمال في أحضان الطبيعة.
في طريقنا إلى منتجع أكواخ نوربان لم نستطع إلا أن نقف هنا على أرض درة الجنوب وأيقونة الجمال الساحر تنومة حلة خضراء تهدد أرواح العابرين بعذوبة الربيع الذي لا ينتهي. فكرة المنتجع هذا كانت من حوالي 7 سنوات. قمنا والله الحمد بتنفيذه بمجهودنا الشخصي وعملتنا الشخصية وأفكارنا أصلا. ولله الحمد نال إعجاب كثير من الزوار اللي جونا من المنطقة ومن خارج المنطقة ولله الحمد. فعملنا الكوخ هذا ولله الحمد كان هذا من أول الأكواخ اللي عملناها. في شركة سعودية متطورة ما شاء الله عملتنا هذا الكوخ الجميل بتصميمي وأنا صممت لهم وهم نفذوا تنفيذ. سبحان من صاغ الجمال وحكابه. حقيقة هي تجربة فريدة من نوعها في هذه الأكواخ الجميلة والمتميزة بطابع جميل وطابع مواكب للطبيعة وخصوصا في محافظة نومة، يعني كنا نفتقد مثل هذه الأشياء، وفعلا هي تعتبر من مقومات السياحة في المملكة العربية السعودية وفي منطقة أسير كافة، وأنا استمتعت والله حقيقة بهذه التجربة. رؤية الأمير محمد بن سلمان طوال الله عمره في 2030 هي اللي دعمتنا أن نكون من المبادرين وإن شاء الله هم المكملين لها المشروع إن شاء الله. فالسياحة في عسير مبشرة بقوة للمستثمرين وللسواح وكل المجالات، حتى الرياضية السياحية، مثل ما تقول أي شيء يذكر في بالك هي موجودة في عسير ولله الحمد. وهذا دعم من الأمير، كذلك الأمير تركي بن طلال في هالأماكن الجميلة. يا لا 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 يا لا 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 يا شوق عيني يا والقلب يا. شكرا لزميلنا الرائع والمتألق سلمان ألسامة على التقرير الجميل وعلى جمال تنومة المحافظة الرائعة والجميلة الصيفية بأجوائها المعتدلة. ومشاهدينا أكيد نحن مكملين معكم في حلقتنا لليوم وبعد الفاصل. الشاعر سعود بن هذال في ضيافة استوديو اس بي سي. يا اهلا وسهلا بكم اصدقائنا المشاهدين، حلقتنا اليوم تنوعنا معاكم من الفن لبعض الالات الموسيقيه، والان نتجه معكم الى الشعر وعشاق الشعر، خصوصا معنا شاعر سعودي صدح صوته في مختلف المنصات الاعلاميه وبرز شعره قبل اسمه، فقد استطاع من خلال قصائده ان يصل الى قلوب الجماهير ويكسب محبتهم. نتابع. سعود بن هذال شاعر سعودي برز اسمه على الساحة الشعرية في مطلع عام 2021، واستطاع أن يصل بشعره إلى قلوب الجماهير في وقت قصير، كما لقب بشاعر اللحظة نظرا لسرعة بديهته في نظم القصيدة خلال دقائق معدودة. وراء طموحاتي لو يطول النجاع بداح ملايام بالجنب المتين بتفوج بالمجاد يا قلب الشجاع. تألق الشاعر سعود بن هذال في مشاركته بإحدى البرامج الواقعية المباشرة، واستطاع أن يحقق من خلالها لقب نجم الجمهور، كاسبا بذلك محبة وتشجيع الجمهور له. أنا على مبدأي في كل الأحوال وشخصيتي من دون شعري عظيمة، في الشعر أجيب أمثال وأغير أمثال وأبين حشاش النديم،
تميز سعود بن هذال بمقدرته الشعرية الضخمة التي تسبق سنه، وبرز بحضوره المتألق في مختلف المنصات الإعلامية، وعرف بتميزه في العديد من القصائد الوطنية التي سطر بها أسمى معاني حب الوطن. هاي المملكة والله بحبك من اللام يبلشم جروح الغريب ودواها في ظل سلمانك ودستور الإسلام قام المواطن والمقيم يتباهى الله يجيرك من سواديفه. يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدين كرام، وأكيد مثل ما تابعنا بالتقرير معنا في الاستوديو الشاعر المتألق سعود بن هذال. يا أهلا وسهلا فيك سعود وحياك الله. الله يبقيك طول في عمرك، وشكرا لكم على حسن الضيافة والاستقبال اللي قبل أدخل الاستوديو عندكم هنا، وأتشرف بوجودي عندكم. تابعت برنامجكم وشفت أنه يعرض مواهب وأموره طيبة، يا بعد والله يجعلني من الطيبين اللي تواجدون هنا، لأن كل اللي شفتهم هنا يا طيبين والله. يا بعد راسي من طيب راسك والله يا سعود. الله يطول في عمرك سعود. إحنا دائما يطول عمر ودنا نعرف ضيوفنا، ندخل يطول عمر الخفايا شوية، ويهمنا دائما أي نجم أو شخص أثبت يطول عمر وجود هرجع لبداياته شوي، خصوصا أنك شاعر. كيف جتك ملكة الشعر؟ من وين ورثتها؟ أو هي ماسكة وجتك طول العمر وحسيت نفسك أنه أنا شاعر؟ يا جماعة الخير خلينا نرجع للبداية. نرجع للبداية، أنا كان عندنا أباعر، الله، كان عندي خال اللي الله يرحمه، الله يرحمه، كنا نرسم على التراب بحور الشعر ومورها، وكان يعلمني، هو شاعر معروف ومشهور خالي ناصر بن برلس. ونعم. وتوفى وكرهت الشعر. أعوذ بالله. أي والله. ليش؟ والله إني كنت أتهاوش مع أخوي شاعر. لن يذكرك فيه. أخوي شاعر ومعروف عمر بن هدال. وكنت أتهاوش معه، لا تشغل شعر شغل أغاني. كنا نشغل المحاورات وما المحاورات. فجأة عقب ما تخرجت وأنا أطلع كشاعر، كانت بدايتي لقاء عن الطلبة المميزين، وكنت من المميزين في المنطقة الوسطى في الإذاعة المدرسية ومن الإذاعة المنتديات الصيفية، وطلعت فيها كشاعر، والحمد لله أني تميزت وأخذت أفضل شاعر في المنطقة الوسطى، وكان معنا مواهب. سعود متى رجعت؟ يعني ذكرت أن في فترة معينة كرهت الشعر، متى قررت أنك ترجع مرة ثانية للشعر وتبدأ بكتابة القصائد مرة ثانية؟ ليتني ما رجعت طال عمرك. ليش؟ رجعت للشعر كانت نهاية دراستي على ثالث ثانوي تقريبا، مثل ما قلت لك أيام الابتدائية الصيفية، وانقطعت عنه فترة ثانية، انقطعت عنه تقريبا 4 أو 5 سنوات، 5 سنوات. بعدين رجعت مرة ثانية. في الأربع أو خمس سنوات دي صار فيها أحداث. ممتاز. طيب سعود ودنا تعطينا قصيدة كذا، وش اللي براسك تسمعناه وتطربنا فيه؟ عندك قصيدة معينة؟ توقع في قصايد كثير لك يمكن بعض الأشخاص سمعوها وما كانوا عارفين، يعني يمكن حتى نسبوها لشعار آخرين، فعندك واحدة من هذه القصايد؟ الله. هي أبيات ما هي قصائد. عطنا بالأصح. خلنا نستمتع فيها. اللي يقول يا صاحبي، يا صاحبي تبقى على العين والرأس، ميكروفون هذا. الله الله. يا صاحبي تبقى على العين والرأس لما الجروح إن كان هات أنت لملم، يا ليت ما عندي ولا ذرة إحساس، وما ودي أعلم شيء والله أعلم، ما عاد أبي يرد الجمايل من الناس، إلا عسى راسي من الناس يسلم. هذه من ضمن القصائد اللي انتشرت، وأنا ما كنت في وقتها يعني من المعروفين في الساحة سواء الإعلامية أو الشعرية، فالحمد لله يعني كنت مستانس مع أنها تنسب لغيري، بس قاعد مستانس. يضايقك طيب لما تنسب لغيرك ولا ما يضايقك الموضوع؟ شوف يضايق كذا صرت صغير، صغير سن وتوك بادي، لأن الناس بيكذبونك، بيجيك بيقول البيوت دي ما هي بلك. ممتاز. طيب سعود بس على أساس نبغى نلحق حنا الوقت، نبغى نسألك كذا سؤال. والله أنت بالساحة الشعرية يعني دائما تتغنى بأخوك عمر اللي نمسي عليه أكيد بالخير من شعار الجزلين، واللي دائما بياتهم في محلها،
يعني وش هو السر اللي انت دايم فقط ما تشوف بالشعر اللي عمر؟ معقوله ما في شعراء اخرين في الساحه يطربون ويعجبون سعود؟ في شعار واجد لضاق صدري يا عمر جبت بيتين الله تبين اللي وسط صدري وديعه الله يا حط طير في السماء له جناحين يطير لا ضاقت عليها الوسيعه ويا عمر لو نقدر نعيد السنين شفت كل الناس نفس العينة ما لقينا طيب يوم الوقت شين وش نبيبه والدعاوي هينة ما تضللنا بضل الوالدين ولا سكننا في بيوته مزينة يوم كنا بين فقر وبين دين ما ترجينا القلوب الدينة لا تشوف العالم إلا بنص عين أنت لو تدحم طويق تلينة ما شاء الله ما شاء الله ونعم والله وعمر طبعا عمر اكبر مني سنا واكبر قدرا واكبر شعرا واكبر كل شيء عمر اتوقع بيجي له فتره بيكون متنبي هذا الجيل باذن الله. طبعا سعود ظهر لك تصريح بانك ضد الشعر الغزلي، خلينا نشوف الفيديو ونرجع نعرف السبب. نجح الشاعر قال من همتي وحبيبتي. طيب أمين بس تقعد توصفها في القصائد فقال الله أول شيء ما عندنا ثير ممتاز أول شيء ما عندنا كذا. سعود إيش في بينك وبين الشعر الغزلي؟ ليش ما تفضل كتابة الشعر الغزلي وتحاول إنك تمتنع عن كتابته؟ الشعر الغزلي في الوقت الحالي صاير ما ينتشر مع الأسف، يعني ما ينتشر منه النظيف. أنا صار الناس يحبون الأشياء الشاطحة، فأنا ما أجرؤ أني أنظر حتى في عين البنت، فما بالك أني أوصفها أو أوصف شيء فيها. أنا ضد، مع أني والله إن ودي، مع أني والله أني حاولت، ولكني أبقى ضد. أنا من الناس اللي قناعاتهم تبقى وسطهم، والله ما أدري تحتفظ بها داخلك. الناس والدول والدنيا غيرت قناعاتها وأنا قناعاتي أزغي تغيرها. لا بتتغير أتوقع، يجي لها وقت ويغيرها. لكن بسألك سعود، ناويني يعني ناوي تغيرها؟ هو لا، لابد يجيك موقف، لابد يجيك لك حدث، لابد يجيك لك إنسان يغير كل ما فيك. كلنا بشر يا سعود. لكن سعود غير عمر، أبغاك تسمي لي شاعر تسمع له وتستشهد ببيات شعره، سم لي واحد أسمع له أو تسمع له وتقول يا طول عمر والله هذا شاعر جزل وبياته جازلة. والله اني ما بيقول شاعر انا نفسي غير سعود، عطنا اسم ثاني. ما اتوقع في احد اكبر شعرا. ليش؟ ما في معقوله الساحه الشعريه. قناعات داخليه، اقول لك قناعتي الداخليه مستحيل غيرها. لا بس هذه قناعه لازم تتغير على حقائق ووقائع موجوده سعود. موجودة. ما في شعار الحقائق في فطاحله بالشعر موجوده موجوده موجوده. ادخل اليوتيوب اكتب سعود الهدال وش والله ونعم. وانت يا طول العمر على قولتهم اشهر من علم، بس انا اقول لك معناته في شعار، بس انت سعود تقول ما في شعار بالساحه. نعم في شعار ايه، لكن يعني افضل نفسي، ما افضل احد منهم على الثاني، والله ان كلهم شعراء. ايه والله سعود ما فيك حيله، تروح يمين تروح بيسار، لكن لا بد الا اسمي اسم شاعر. إيه؟ وانا والله اني ضد تسميه شاعر، ولكن اذا ايوه عطنا الاسم. لا والله ما نبقى قايل، يحك لسانه وبعدين هون سعود. والله اللي بغيت اقول بس ما اي على طريف بغيت تقوله. طيب سعود حنا ودنا انه بنختم معك، بس في قصيده اعتقد انك مجهزها لقناه اس بي سي ومشاهدينا، فودنا نختم فيها معك هذه. لكن قبل ان نختم اكيد انه لازم نشكرك سعود بن هذال اللي نورنا وشرفنا اليوم، كان ودنا صراحه الوقت تكون اطول لكن الوقت دهمنا، ودنا ايضا نختم معك بالقصيده يا سعود. قبل نختم بالقصيده قبل شوي سألني شخص قال وش طموحك وش هدفك وش عندك؟ قلت طموحي والهدف اني اكون شاعر وطن دائم الله وليس يوم. امنيتي والله اوقف قدام طويل العمر في كل محفل واتواجد في كل محفل، وان شاء الله اني لحقق امنيتي، وهذا وعد للكل من يشاهدني. اما القصيده اللي انتم قلتوا حصريه بالبرنامج، وتمنيت انها تكون وطنيه. اي نعم تفضل عطنا. ولكني ما هي بوطنيه.
هي عن الغياب، لأني غايب الفترة هذه، وأعتذر من إخواني وخواتي اللي يتابعوني أشد الاعتذار أني أغيب واجد. نعم، وأقول لازم أخذ بك الله الله المايك المايك يا سعود، سمعنا صوتك طول عمر وطلب. يقول لا تسألوني يا جماعة لو أبطيت، لا تسألوني يا جماعة لو أبطيت، أحيانا نلقى راحتي في ابتعادي، أنا لي سجيت رجلي وسجيت، مع ذكرياتي همت في كل وادي، يوم ابتعد وأسوي لنفسي أبديت، برجع مثل ما كنت والوضع عادي، أنا مع الأيام فكي وفكيت، متماسكين حلوقنا بلايادي، على شتاتي للبشر ما تشكيت، وسبب شتاتي كبرياي وعنادي، صبيت فنجال الزمان وتقهويت، ضيم الزمن كله وانا فيه امهادي، في مدرسة سود الليالي تربيت، اللي يتعاملني وكني امعادي، من كثر ما في سود الايام مريت، كنت احسب ان اللون الابيض رمادي، من كثر ما في سود الايام مريت، كنت احسب ان اللون الابيض رمادي، الوقت شيبني وانا ما تعديت، 27 حسب اعتقادي، يلي على مراكي العود تكيت من صغري ونفسي عليها اعتمادي، يلي على مراكي العود تكيت من صغري ونفسي عليها اعتمادي، واللي تعلمته اليوم تهقويت، ما كبر الهقوات في شخص عادي، كم واحد وقت العزاوي تعزو.